نور، رح نبلش أولى محطاتنا ونحكي فيها عن شعور يمكن البعض بيعتبره للوهلة الأولى أنه هو شعور سلبي بالمطلق، اللي هو الخوف. ولكن الحقيقة أنه الخوف ببعض الأحيان بيكون محفز، بيدفع الإنسان لحتى يعمل أكثر أو يحقق أكثر أو ينجز أكثر، لحتى ما يشعر بالفشل أو يبتعد عن شعوره أو قلقه أو خوفه من أنه هو يفشل بأي موضوع. ممكن يكون أيضا هو وسيلة للبقاء، لأنه بيعطي استجابات قوية عند الإنسان لما بيشعر بالخوف. أكيد سلمى، الخوف حالة طبيعية كلنا بنمر فيها، لكن لفترة قصيرة بس، يمكن الموضوع يطول لفترة زمنية طويلة. هون لازم الوقف الشخص عند هي الحالة، لازم يستشير أخصائي، لأنه استمرار الخوف لفترة طويلة بيأثر على حالتنا النفسية، على حياتنا الطبيعية، على حياتنا بكل فينا نقول مفاصلها، على الأكل، على التركيز، على حياتي الاجتماعية. لنحكي عن الخوف أهميته بحياتنا، وإذا زاد عن حده واستمر قديش له آثار سلبية على حياتنا اليومية، مع الأخصائية النفسية سلام قاسم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب، وإن شاء الله يا رب هيك يكون الخوف بعيد عن الكل، الخوف المرضي طبعا. أكيد يعني خلينا نبلش من الكلمة الأخيرة اللي حكيت فيها، الخوف المرضي. شعور الخوف هو يمكن كتير ناس بيقولوا الإنسان ما بيخلق ومعه خوف، هو بيتعلم الخوف من المحيط، من الناس اللي حواليه. لما تبلش تقول له بعد عن هي، لا تساوي هيك، هي ما بيصير، فبلش بيخلق من عند الطفل بعمر صغير من أهله شو الاستجابات اللي بيقولوا له إنه هذا الشيء لازم تبعد عنه. خلينا نعرف أكثر إيمت بيكون الخوف هو شعور طبيعي، وإيمت بنقول بأنه الخوف هو حالة مرضية. هلأ الخوف هو شعور كتير حلو وضروري وكتير مهم لحتى الإنسان يحافظ على حياته وعلى بقائه. الإنسان يلي ما بيخاف أكيد ممكن يتعرض للخطر. الخوف هو طبعا شعور مكتسب، هو بيتعلمه الطفل من البداية. لما بتجي الأم بتقله لابنها أنه مثلا هاي النار بتحرقك لا تقرب منها، فما بيقرب. بجوز بيقرب هو ممكن لما بيلدع وبيشعر بشعور الألم، فهذا بيخليه للمرات القادمة أنه ما يكرر الحدث مرة تانية. فهون بيكون حماية له، حماية لشخصيته بالمستقبل، ولحتى يحافظ على حاله. ولكن هذا الخوف لما بيصير بيتحول لفوبيا، هون عندئذٍ بيكون خوف مرضي، وهذا الخوف المرضي طبعاً بده علاج. هلأ الخوف المرضي هو بيتميز أنه بيختلف عن الخوف العادي بشدة الإحساس. فمثلا لما بيكون في قطة، مثلا حدا بيخاف، شخص معين بيخاف من قطة، هذا الخوف مثلا إذا كان شيء طبيعي إنه لما بيشوفها إنه مارقة خاف من القطة. أما لما بصير مرضي إنه يشوف هاي القطة محطوطة بمكان مثلا بقفص ببيت لإلها، ويخاف من مجرد رؤيتها، أو يخاف من مجرد مشاهدتها على التلفزيون، أو يخاف مجرد الحديث عنها. هون بيكون هذا درجة الإحساس عنده عالية، شعور الخوف، فبيكون هذا الشعور الغير طبيعي هو الفوبيا. فهذا القلق المرضي هو طبعا بيكون حالة مرضية بحاجة لعلاج، وممكن تأثر على مسيرة الشخص بالمستقبل. صحيح. وتأثر على نجاحه، بتؤدي للإخفاق، وتؤدي إلى شيء بنسميه نحن رهاب الإخفاق. وهذا الرهاب بيخليه إنه ما يحسن يتطور بحياته ويوقف عند نقطة واحدة. وهي نقطة كتير مهمة خلينا نوقف عندها. في مخاوف دائمة، يعني في مخاوف طبيعية نوعا ما بتسيطر على أفكارنا. يعني نحن مثلا ممكن بنخاف بشكل عام نخسر عزيز، بنخاف مثلا ما ننجح، بنخاف مثلا نخسر شغلنا. هاي مخاوف فينا نقول طبيعية. لما نقول هاي المخاوف مثلا الطبيعية لما تسيطر على تفكيرنا بشكل كتير كبير، هون كيف نعرف نفرق إنه لا، هي تخطت المرحلة الطبيعية. وأساساً يمكن هلأ بالوضع الحالي كلياتنا بنفكر بهدول القصص، بنخاف زيادة. ما بعتقد في مبالغة، بس بتلاقي الموضوع محسوب ما كان مثل قبل، يعني ضمن الظروف اللي عم نعيشها قبل. هلأ أول شغلة لحتى نعرف نحن كيف بدنا نشتغل على الخوف وكيف بدنا نعالجه، وخصوصي هذا الرهاب، رهاب الإخفاق، أول شيء لازم نعرف نحن أسبابه شو هي. هلأ الإنسان ما بيصير عنده رهاب الإخفاق من لا شيء، له عدة أسباب. هلأ ممكن تكون هي مرتبطة مع بعضها، يعني ممكن تكون مثلا الوراثة مع دماغ مثلا عنده مشكلة معينة مثلا، إضافة لأنه الشيء الأساسي هو تجارب إخفاق مر فيها في الماضي، والأسرة هي لعبت كتير دور سلبي بهذا الإخفاق. قد تكون الأسرة هي من النوع السلبي اللي بيشكي كتير، بيتوتر كتير، ما بيخاف مثلا أنه بيخاف يقدم على أي خطوة، بيخاف يقدم على عمل. كتير ناس بيكون عندها مثلا إمكانيات معينة ولكن ما بتحسن تخوض أو تدخل بمشروع،
أو تتعلم أو تعمل إنجاز كبير. ليش؟ لأنهم بيخافوا من الإخفاق، فعندهم الإخفاق هو مسيطر عليهم. هدول الأشخاص هن سلبيين ما بيتطوروا أبدا، والأسرة بتلعب كتير دور كبير بهالموضوع خصوصي بالطفولة. إضافة نحن ما بدنا ننكر المجتمع وخصوصي المجتمع الحديث يلي بيميل دائما نحو الكمال، إنه لازم الإنسان لما بده ينجز عمل يكون إتقانه 100%. فهدول الأشخاص بخافوا من الإقدام على العمل لأنه ما عندهم قدرة على إنجاز العمل بنفس النسبة المطلوبة بالنسبة للمجتمع. وهدول الأشخاص حسب الدراسات هن بيتميزوا بصفتين. أول شيء ما بيشعروا بالاستمتاع وقت ممكن يحصلوا على نتائج إيجابية، إضافة إلى أنهم السمة الثانية عندهم هي الخوف من القلق الشديد بالاختبارات. فهدول بيكون عندهم هذا الخوف كتير، والخوف أنهم ما يجيبوا المعدل اللي هو مطلوب. وعادة هدول الأشخاص بتراوح شعورهم ما بين الإخفاق الشديد والتميز العالي. فهذا الشعور هو بيعمل لهم هذا الارتباك، فبيخافوا فبيبطلوا يدخلوا بهي مرحلة أنه هن يحققوا شيء أو يحطوا هدف ويشتغلوا عليه، فبفضلوا الانسحاب على المتابعة خوفا من الإخفاق. طيب أستاذ السلام، خلينا نميز شغلة بسيطة شوي. اليوم نحن عم نحكي عن الخوف كنوع من أنواع المشاعر، ولكن بعض الأحيان مثل ما حضرتك قلتي عم يتحول لحالة مرضية. هل صنف نفسياً الخوف كاضطراب سلوكي مثل ما صنف القلق ببعض الأحيان، مثل ما صنف أيضاً الاكتئاب، مثل ما صنف غيره من الاضطرابات السلوكية اللي بحاجة لعلاج ومتابعة وفي بعض الأحيان إلى أدوية ما بس علاج نفسي؟ فهل صنف الخوف ببعض مراحله أو بيختلط مع أنواع أخرى من الاضطرابات السلوكية؟ هلا بالصراحة هو بيمتزج الخوف مع الاكتئاب والقلق. القلق يؤدي إلى اكتئاب وخوف، والخوف يؤدي إلى قلق واكتئاب، والقلق يؤدي إلى الاكتئاب والخوف. فهن مترابطين يعني مع بعض، الخوف والقلق والاكتئاب هذول مترابطين مع بعضهم لأنه الأعراض كتير متشابهة. بتصير عندهم أعراض نفسية وأعراض جسدية. بصير عندك أنت مثلا شعور بالتعرق، شعور بالغثيان، بصير تسارع نبضات القلب، ضيق بالتنفس، إضافة إلى الميل إلى العزلة، الوحدة، الابتعاد عن الآخرين. فهي الأعراض كتير متشابهة مع بعض، مشان هيك أنه هن يميل إلى تصنيفه. ولكن هو بالحقيقة هو نوع من الرهاب، وهو حالة مرضية بصراحة بحاجة إلى علاج، وليس علاج دوائي فقط لا يكفي لحاله، لازم يكون مترابط مع العلاج السلوكي المعرفي. والتعرض بالصدمة كتير مهم. حتى هذا الرهاب كمان نحن في أنواع معينة منه، غير أنه مثلا بمشروع، بعمل، بحياته، ممكن مثلا في شيء اسمه كمان الخوف من الحب، من الدخول بعلاقة عاطفية كمان. الإخفاق بالحب كمان هذا نوع من أنواع الرهاب كمان، وكتير خطير. بالصدمة. تمام، هذا بتعالج بالصدمة، أنه نحن نعرض الشخص. هو ما لازم إلك أنت أكيد هلأ يعني عروس جديدة إن شاء الله ألف مبروك. فما لإلك إخفاق الحب، بالعكس تماما، كونه وصل لنتيجة إيجابية هي الزواج. ولكن هدول الأشخاص اللي بيعانوا من الإخفاق بيخافوا حتى يقدموا على خطوة الارتباط، فما بالك بالزواج. فهدول بيتم طبعا أنه نحن نعرضهم للصدمة، أنهم بيشوفوا فيلم، بيشوفوا علاقة عاطفية ناجحة، بيشوفوا ارتباط جيد، بيشوفوا مشاعر حلوة، ممكن شوي شوي مثلا يتعرفوا على حدا. بيقولوا شو بدك بهالورطة، لا تقول لا تفوت بجلدك، مدري شو. هيك هي الأساس المجتمع الحديث. تماما سلمى، هو المجتمع الحديث بيكرس هذا الموضوع. صحيح. يعني حتى بيكرس انه لازم يكون كله كامل، انت ما عندك الامكانيات للزواج للارتباط، لا 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 الى اخره. بيقول انا لا، رح يصير بالاخفاق، ببعد عن الموضوع كله. فهذا نوع من انواع الاخفاق. فهي القضيه مرتبطه بالشخص والمحيط فيه. ولكن نحن اي شيء، نحن ما في شيء بالحياه اسمه مستحيل، ولكن هذا الخوف من الفشل هو بيكرس عنده هذا الشعور. ولكن انا بحسن اتغلب عنه عن طريق الوقايه. اول شيء قبل ما ادخل بالمشكله في وقايه، مثله مثل اي مرض. دائما مثل ما بنقول دائما بكل اللقاءات يعني، ونعيدها دائما، انه الصحه النفسيه بتمشي بالتوازي مع الصحه الجسديه. فهي كمان نحن فينا نشتغل على الوقايه منها. الوقايه انه انا ما ادخل بمشروع انا ماني قده، ما كبر الهدف كتير ولا صغره كتير، يعني صدم. تماما، مشان ما يصير عندي هاي الصدمه انا ويصير عندي شعور بالاخفاق وخاف اني اقدم على مره ثانيه وثالثه. بس يمكن هدول ست سلام، هدول يمكن الحالات الطبيعيه أو المعروفة بهيدا المرض أو مخاوف الخوف قديش بتأثر. بس يمكن بالآونة الأخيرة خلال 10 سنوات من الحرب، يمكن إذا بدنا نحكي عن مخاوف فقدان العزيز، يمكن سلمى ما في بيت ما خسر حدا غالي عزيز قلبه، تصير مشاعر الخوف عندنا مضاعفة، يعني صار عندنا ردات فعل. هون بنقول طبيعي لأنه ما في بيت ما تعرض لهذا الشيء، بس إيمت بقول مبالغ فيه أو كيف فيني أنا أتعامل معه بحيث
ما يصير مبالغ. يعني نحن صرنا كأمهات صرنا نخاف زيادة اليوم، ما كان عندنا هذا الخوف أكيد. الكبير صرنا نخاف على أولادنا، صرنا تلاقي هيك في تأثير عاطفي كتير كبير تجاه الخوف على نفسنا على اللي حوالينا. كيف فيني أنا أعمل خطوات هيك وقائية مشان ما يأثر؟ يعني نحن كنا بنحكي دائما إنه شو أكتر شيء بتخافي منه اليوم؟ إنه أفقد حدا غالي أو أفقد حدا عزيز، لأنه بعرف بالمحيط هذا فقد عزيز على قلبه، ما في بيت ما فقد عزيز اليوم عنا. هلأ بالبداية لما بلشنا هلأ بالحديث حكيت سلمى إنه الخوف ممكن يتحول لشيء إيجابي نحن، فهذا هو اللي نحن لازم نركز عليه، إنه صحيح صار عنا هالأحداث وصار عنا هالأشياء، ولكن هي بتخليكي أنت تقوي من جوا لحتى تحسني تكملي المسيرة وتتابعي مع أولادك. هلأ أكيد ما إنه شعور سهل هو فقدان عزيز أبداً، الله لا يحط حدا فيه، ولكن الحدث صار. هون نحن بصير عنا لحتى يتم الوقاية في عنا عناصر معينة لازم نشتغل عليها. أول شيء إنه نعيش اللحظة، نعيش الحاضر اللي هو موجود. ثاني شيء نتحلى بالشجاعة. ثالث شيء دعاء التواضع، إنه هو الطلب من رب العالمين إنه دائما بحماية الأشخاص اللي عنا نحن وبهدوء وبروية. فأنت الإيمان هذا بيعطيك القوة والصبر إنه نحن في أشياء معينة هي خارج إرادتنا، الموت والحياة هي خارج إرادتنا، هي بإيد رب العالمين. نحن لازم يكون عنا هذا الإيمان، وأنه لكل إنسان نهاية وما في شيء باقي إلا وجه رب العالمين. فكونه في نهاية نحن فهذا بيعطيك شعور بالإطمئنان، فأنت بتكوني بدعاء التواضع والطلب من رب العالمين بحماية أفراد الأسرة اللي موجودة عندك، هذا بيحسسك بشعور بالأمان. إضافة أنه أنت تتسلحي بالشجاعة أنه الحياة بدها تستمر والباقي هو بدنا نشتغل عليه نحن. فبنشتغل على أفراد الأسرة اللي موجودين، بنحاول ندعمهم ليصيروا أقوى، ليحموا حالهم، ليدافعوا عن نفسهم. فهذا الشيء كتير مهم نحن لحتى نقوي الناس اللي حوالينا. إضافة لأنه الإنسان بده يتمسك بالأمل، يعني ما فينا نقعد نحن ونندب الحظ، اللي راح ما عاد يرجع، وفي دائما كرب ما بعد الصدمة وبتم الشغل عليه هذا لحتى الإنسان يتخرج أو يخرج من الأزمة اللي هو مر فيها، وبعدين ولكن الحياة تستمر بالنهاية وبيتابع الإنسان حياته. صحيح رح يتابعها بجوز أو أكيد رح يكون في ألم ورح يكون في غصة كبيرة، ولكن تستمر الحياة لحتى ندعم الأشخاص التانيين اللي باقيين. وهذا طبعا بيكون الدور العظيم بيكون للأم والأب بالبيت، لأنه هن الاثنين لازم ينهضوا بالأسرة مهما كانت الظروف قاسية وصعبة. وأكيد إضافة لفقدان العزيز عندك الظروف الاقتصادية اللي هي كتير كمان عم تشد الناس لورا، فكمان هي أنا شلون بدي أتعامل معها؟ لازم أشتغل على مبدأ تقسيم الأهداف، يعني أشتغل على أهداف معينة، أنا أحسن حقق شيء معين ولو إنجاز بسيط، هذا الإنجاز البسيط رح يكبر ويصير أفضل بالنسبة لقدام. أما أني أقعد وأندب الحظ فهذا ما بجيب أي نتائج. يعني شوفي ناس كتير ندبوا حظهم لوين وصلوا. إيجابية دائماً يمكن. تمام، بدنا نتسلح بالإيجابية ونخالط الإيجابيين ونشتغل على حالنا، نشتغل على حالنا من جوا. خلط الإيجابيين بنطلق تحسي المحيط سلبي صاير كتير. سلبي، ولكن هو السلبية والإيجابي هو لا يعني الإيجابي أنا أنه إذا إنسان مريض حوالي أو تعبان أو كذا أنفر منه، لا هذا بيقعد مرضان، لا في فرق كتير كبير بين هالكلام هذا. هلا مخلطة الإيجابيين بتقتضي الأشخاص اللي عندهم رغم ظروفهم السيئة أنه في شيء عم يشتغلوا، وهدول موجودين عنا بالمجتمع. أما هن السلبيين اللي بيقعد ما بيعمل شيء، كل الوقت بتلاقي زميلة إليك بنقلك ما بدي أشتغل أنا، ولا ما بدي أعمل، وما بدي أروح على التلفزيون، وما بدي أقدم، وشو تدخل وشو هالقصص، هي بتدخلك بنفق كتير مظلم بيؤدي بالأخير للهاوية. ولكن نحن أنه تشعلي شمعة في الظلام خير من أن نلعن الظلام، وهذا شيء مدروس وواقعي. يعني دائما الحياة ما نقلك دائما بخط بسوية واحدة، لا الحياة هي عبارة عن طلوع ونزول. حتى إذا طلب من أي شخص أنه يرسم الخط البياني لحياته، مستحيل تلاقي إنسان راسم خط بياني دائما طالع، لا هذا إنسان غير طبيعي، ما في شيء اسمه بالمطلق دائما، في آلام وفي أحزان وفي فشل بحياتنا نحن. ولكن الإخفاق والفشل قد يكون هو كمان خطوات لأنه تطلعي للنجاح، وهذا بيصير لما الإنسان بيعرف أنه أنا شو بدي بالحياة ولوين بدي وصل. صحيح. شو الهدف اللي بدي حققه، والدعم شو مصادر الدعم لإلي، قد يكون صديق، قد يكون حدا من الأهل، قد يكون الأهل سلبيين ولكن يصادف حدا بطريقه، قد يكون حبيب، قد يكون زوج، إلا ما تصادفي إنسان يكون سند لإلك ودعم حقيقي. أكيد. وأستاذ سلام دائما نحن بنقول يعني في مقولة معروفة، الفشل بداية النجاح. مو شرط دائما إذا شخص فشل بشيء معناته ما عاد يقدر يكمل أو أنه يجرب، لازم نجرب أكثر من مرة مهما كان الموضوع صعب، ما نخاف من أنه نجرب. في ناس بتخاف إذا فشلت مرة بأي شيء بتقول خلاص أنا
ما رح اقدر اعمل هذا الشيء، بصير عندها هذا الخوف. يمكن اليوم كمان كان كنا عم نقول باحد التقارير انه انا بقول كلمه ما بقدر او لا استطيع او لا اعرف اكثر من ما اقول صحيح كلمه ايجابيه. فخلينا نقول بالختام قبل ما نختم حديثنا، ابرز نصيحه بتحبي توجهيها لكل الناس اللي ممكن تعاني من اي نوع من انواع المخاوف، سواء الاجتماعيه العائليه او حتى بالمهنيه؟ كون دائما قوي ولا تكون ضحية. دائما اعتمد على قدراتك، ما تقارن حالك بحدا تاني، كل إنسان حالة خاصة، المقارنة بترجعك لورا. اشتغل على قدراتك على إمكانياتك، ما في حدا ما عنده شيء أبدا، كل إنسان مجرد هو إنسان معناته قادر أنه يحصل كل شيء، ولما بيقول أنا أستطيع وأنا أقدر. وديش هيك مع الظروف اللي عم نعيشها اليوم بشكل عام، ضغوطات معيشية واقتصادية، قادرين هيك نزرع شوية من التفاؤل والأمل بحياتنا؟ أكيد نحن بنقدر، مثل ما قلت لك، لما بنغير المصطلحات اللي هي بنعطيها لعقلنا الباطن، هو مثل الكمبيوتر تمام، شو أنت بتعطيه معلومات هو بيشتغل عليها، خلينا نعطيه المعلومات اللي هي بتحفز على الإبداع وبتحفز على الإنتاج. خلينا نحن نفكر باليوم وننسى بكرة، لأنه الماضي هو راح وفلى وانتهى ونحن عم نعيش اللحظة. ما تفكر كتير بالمستقبل وتعطيه هاجس بالنسبة لإلك، لا، فكر باليوم اللي أنت فيه وركز أكيد على هذا اليوم، لأنه مجرد تركيزك على عمل وعلى إنتاج، سواء بمجال العمل، بمجال المدارس، بأي مجال من مجالات الحياة، مجرد تركز أنت على اليوم اللي أنت فيه، هذا اليوم هو بيدفعك لقدام. وفي كتير أبحاث تمت، أنه بالنسبة عملوا أبحاث للأمراض مثل الأمراض المستعصية كالسرطان وغيره، أنه الأشخاص مجرد عرفوا أنه بالحالة اللي عندهم انتهوا، ولكن في أشخاص تانيين اشتغلوا عليهم أنه أنت فكر باليوم اللي أنت عايش فيه ولا تفكر لبكرة، واليوم أنت منيح، فأنت بتملك طاقة وقدرة كتير إيجابية وعندك إمكانيات وقادر على المتابعة. فهذا الخوف قد يكون هو دافع إيجابي ويبعدك عن الأثر السلبي صحيح. والخوف من الفشل، ويكون يحقق الإنسان بناء شخصية قوية قادرة متمكنة، والإنسان بس يحط هدف ويعرف شو بده بالحياة أكيد بيوصل بإذن صحيح. رب العالمين. أكيد بالختام بدنا نتشكرك أستاذة سلام قاسم على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم، وشكرا لهالقناة الحلوة على الاستضافة، وان شاء الله يا رب هيك بيكون هذا نهاية هذا العام، نحن كونه هلا قربنا نخلص يكون عام خير، ونتفائل بعام جديد افضل باذن رب العالمين ان شاء الله يا رب. نشكرك اكيد.